مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف السين. هكذا يكون شكل حرف السين، انتبهوا إليه جيدا. سوف نقوم بالتدرب على كتابة هذا الحرف. سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية. انتبهوا أعزائي الطلبة إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. استمع إلى قصة حرف السين. القصة هي السمك المشوي. سبح سكر ووسيم في البحر. هل رأيتم حرف السين في كلمة سبح سكر وسيم؟ إذن سبح سكر ووسيم في البحر. اصطاد الجد ياسين سمكة كبيرة. إذن اصطاد الجد ياسين سمكة. هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. تناولت الأسرة السمك المشوي. السمكة، الأسرة. وعند غروب الشمس عاد الجميع مسرورين. الشمس، هنا السين في آخر الكلمة. مسرورين، السين في وسط الكلمة. إذن هذه هي قصة حرف السين. هنا سوف نقوم أعزائي الطلبة بالتحدث عن هذه الصورة. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد كلمات فيها حرف السين. عليك أن تقوم عزيزي الطالب بالتفكير. أريد منك أن تصبح طالباً مفكراً، تفكر ما هي وتبحث ما هي الكلمات التي يوجد فيها حرف السين. مثلاً سيارة، سمكة، الجد ياسين هنا، سكر أيضاً. إذن يوجد أيضاً الكثير من الكلمات، عليك عزيزي الطالب البحث عنها واكتشافها ومن ثم التحدث عنها. هنا سوف نقوم بتجريد حرف السين. كلمة سمكة، هنا سمكة حرف السين في أول الكلمة. كلمة مسطرة، هنا حرف السين في وسط الكلمة. شمس، حرف السين في آخر الكلمة. فرس، أيضا هنا حرف السين في آخر الكلمة. سوف تقوم أيضا بلفظ حرف السين مع أحرف المد الطويل. سا، سو، سي. سوف نقوم هنا أيضا بوضع دائرة على حرف السين، وسوف نضع دائرة أيضا على الكلمات التي يوجد فيها حرف السين، مثل كلمة سيارة، صورة سيارة، صورة الفرس يوجد فيها حرف السين. هنا سوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة مقاطع لحرف السين مع المد الطويل، مثل سا، سو، سي. وهنا أيضا سوف تقوم عزيزي الطالب بالبحث والاستكشاف. سوف تقوم بمساعدة السلحفاة للوصول إلى الخس. عندها سوف تمر بأشياء تبدأ بحرف السين، مثلا سيارة، سلة، ساعة، ومن ثم الخس. هنا عزيزي الطالب سوف تقوم بكتابة حرف السين في آخر الكلمة كيف يكون شكله، وحرف السين في أول الكلمة، وسوف تقوم بكتابة حرف السين مع أحرف المد الطويل سا، سو، سي.
إذن هذا كل ما لدينا عن حرف السين. سوف نقوم أيضاً بالتحدث عن الروتين اليومي، وسوف نقوم أيضاً بالتحدث عن الحواس الخمسة. شكراً لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء.